على الاجتماع اللي حصل اليوم في طرابلس واللي كان فيه السيد الوزير والسيد الوكيل. قال انه هو السيد مثمر الوكيل اليوم قال هو مثمر النقاش ولا مثمر ولا فيه اي حاجه، هم كانوا ينتظروا مصرف ليبيا يجيهم وما جاهمش، والسيد وزير الاقتصاد لا يملك قرارات مجلس قرارات مصرف ليبيا، السيد الوكيل يملك ما يخص وزارته. اليوم السيد سهيل قال في اللقاء، قال لهم نحن من خفف العبء على المواطن ونحن من دعمنا التجار وسهلنا التجاره. بنقول له يا سيد سهيل، انت الحاويات اللي وقفت بتاع الادويه لين 6 شهور يدفعوا في اليوم في 200 دولار. لو تشوف هالقيمه اللي ندفعوا فيها لشركات الشحن ارقام فلكيه. وفي الاخير هذا كله بيدفع المستهلك. بالتاكيد صاحب الحاويه اللي لها 6 شهور لما يطلعها حيحسب انه دفع 200 دولار، يعني 6000 دولار في الشهر، في الست شهور 36000 دولار. شوف السوق السوداء كم تساوي. هذين كلنا حيدفع المواطن، وهذين مشين لشركات الشحن بسبب قرار السيد سهيل اللي يقول احنا خففنا العبء على المواطن. انت سبب المشكله يا سيد سهيل. والاجتماع ما يعني عباره عن مناكفه لا اكثر ولا اقل. يا استاذي استاذ احمد، في شركات في سويسرا وبريطانيا والدول المتقدمه في صناعه الادويه ما يقبلنش اعتمادات بالليبيا نهائيا. صحيح. ما يتعاملنش مع البنوك النهائيه لان جربوهم اخر فتره في كوفيد ما عادش خلصوهم. طيب يعني سؤالي على الاسعار في شهر رمضان، احنا على ابواب شهر رمضان. لحظه نكمل لك هذه. عندنا البنتولين يا استاذ احمد اللي هو النبلايزر طبعا اللي يستخدموا فيه جماعه التنفس، 5 سنين ليه الوكيل ما جاباش، لولا التجار هذيم اللي يجيبوا عن طريق السوداء راهو من 5 سنين مش موجود في السوق.